لم تتمكن ليبيا من تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقرراً في 24 من الشهر الجاري، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية لشهر واحد. أسباب الفشل عديدة، منها سياسية وقانونية، من بينها نذكر غياب التوافق حول قانون الانتخابات، إذ سن البرلمان بقيادة عقيلة صالح قانونا انتخابيا من دون تصويت، ما أثار جدلا حادا لاتهامه بسن قانون على مقاس المشير خليفة حفتر الذي ترشح للانتخابات الرئاسية. أيضا هناك عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص من لهم أهلية الترشح للانتخابات، خاصة وأن من بين المرشحين شخصيات مثيرة للجدل كسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر. وعدا عن ذلك، لا تتوفر ليبيا على وثيقة دستورية ونصوص قانونية توضح وتحدد صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه، خاصة في ظل استمرار العمل بوثيقة دستورية مؤقتة منذ العام 2011 وتواصل الخلاف حول مسودة الدستور المقترحة والتي ظلت حبيسة الأدراج ورهينة الخلافات ولم تعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الملف الليبي تعقده بسبب تضارب المصالح ورغبة جهات عديدة في الاستئثار بالسلطة خدمة لمصالحها، عدا عن استمرار التدخلات الخارجية التي تساهم في تأزيم الوضع وتحريض أطراف ضد أخرى.